البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر معاكم قراشل اللي ساهلين في التحضير. غنبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا قليل من الملح، عندنا معلقه ونص ديال الخميره، عندنا كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال السنيده، بيضه وثلاثه زليف ديال الطحين، واحد الخماره حمراء، واحد فاني، قليل من الماء دافي باش غادي نعجنو. غادي نبداو على بركة الله. بسم الله. غادي ندير الطحين هو الاول وندير المقادير فوق منهم كاملين ونبدا نخدم. ندير الملحة، خميرة على حسب الجو بدا يبرد، ماشي علاش ضعفت شوية الكمية. نديرو الفاني، خمارة، نزيدو البيض، نخلطوهم عادي كاملين. نزيدو السنيدة، غادي نديرو شوية الماء تنخلطو ديك الخميرة ديالنا مزيان، عاد نجمع العجين. والزيت ما غاديش نديرو دابا، خليته هو الأخير، عاد نجمع بيه العجينة. هانتوما غتشوفو وصافي، عادي غنعجنو العجينة. راه هو خلوها مرخوفة، ما غاديش تخلوها قاصحة، كيجيو ساهلين وبساط، وكاين شي مقادير بكتاب، اي وحده تقدر تحضرهم. هذه العجينه ديالنا من بعد ما عجناها كتجي بحال هكا مرطبه. دابا البنات غادي ناخذها ونديرها في الكوكوط ونصد عليها وندير لها الصفاره ونخليها تخمر مزيان، من بعد نرجع معاكم. دابا البنات حيدتها من الكوكوط وحطيتها هنا، غادي نحيد منها داك الهواء اللي فيها، غنجمعها عادي وغادي نبدا نلولب فيها. البنات بعد ما لولبتها غادي نقرصها في هذيك الوقيته، ما غاديش نخليها تحمر حتى نقرصها، وغادي نطبعها كما غتشوفوا معايا، عاد نخليها ثاني تحمر. نقرصيها هكا عادي، ما تخافي منا والو. كيما خمرات كيما كتجي خفيفه وزوينه. نرصوها بحال هكا. دابا البنات غادي نطبعها بحال هكا. دابا هذا هو الاختلاف بين القراش العاديين، هو بهذه الطبعه اللي كندير لها انا، اما ديريها بالموس اما ديريها بهذه ديال البيتزا باش كتجي مفتوحه وتجي خفيفه. تديريها زائد بحال هكا، ديريها لهم كاملين. من بعد البنات غادي نطبعها هكا كامله وغادي نخليها تخمر، عاد نرجعوا للمرحله اللي غندهنها فيها. دابا خمروا لينا القراشل ديالنا.
غادي خدينا بيضة وخدينا واحد المعلقة تاع الصوجة، غادي نخلطها مزيان. ديرو اللي بغيتو، نسكافي ديرو، انا كنفضل ندير الصوجة. غادي ندهنهم كاملين، دخلنا من الفران على واحد على العافية مهيلة من التحت حتى يطيبو، ومن بعد غادي نحمرهم من الفوق، وغادي نرشهم بالزنجلة من الفوق. ملي ندهنهم كيبقى داكشي اختياري، بغيتو ديرو الزنجلة ديرو اللي بغيتو. هادو البنات القراش الديادة، من بعد ما طابو هانتوما كتشوفو كيجيو زوينين محمرين. انا نوريكم وحده كيفاش كتجي، كيجيو هشاشين ورطبين تيدوبو في الفم. كنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه. البنات اللي عاد دخلات القناه ديالي تشترك فيها ودير جيم، وبسلامه عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.